كما شفتوا الاخوان النطر ديالنا وراه كمل الرويشه ديالو. بزاف منكم تيتسناو هذا الفيديو بفارغ الصبر لانني وعدتكم بها الاخوان، لا بالخصوص الناس اللي غيشوفوا هذه اللقطه هذه يقول لك راه الطير باقي ما لقاتش يطير وطلقتيه. باي باي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوتي خواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، انتم على الطبره ديالكم من الحيوانات اللي تربيو للناس اللي عزيزين لكم. نتمنى انه يلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده وكل شيء تمام. بزاف منكم تيتسناو هذا الفيديو بفارغ الصبر لانني وعدتكم بها الاخوان على الفيديوهات اللي كنت تنقدم، على بخصوص ان الطير اللي كنت لقيت في الغابه الى كبر الرويشات غادي نطلقوا، على حسب ما قلتوا لي في الكومنتات. بزاف ديال الكومنتات الاخوان قالوا لي طلق داك الطير راه خايب لك على طيور الحصن. اليوم غادي نشدوه نقلبوه، واش الرويشات ديالو واش كبارين واش قد يطير. الى قد يطير غنطلقوه يمشي في حالته ويدبر راسو في الطبيعه، نظرا انه كان جاي من الطبيعه يعني غادي يعرف يتاقلم. واذا كان باقي الرويشات ديالو ناقصين راه غادي نخليه ثاني واحد السويمينه ونطلقوا عاوتاني. راه على ما تيبان لي راه كمل الرويشات الاخوان كما تشوفوا، نشدوه نشوفوا واش بصح كملهم ولا لا. انتما الاخوان كما تشوفوا معنا الطير ديالنا كمل الرويشات ديالو، يعني الطبيعه تنادي. كما شفتوا الاخوان ان الطير ديالنا هو راه كمل الرويشات ديالو، غادي نمشي ونطلقوا على الاخوان في الطبيعه يمشي يعرضوا الصحة والسلامة. نتمنى انه يدير وليدات في الطبيعة. اجيو معايا راه غادي نطلقو، غادي نطلقو على الاخوان. احنا خرجنا لبرا وراه تيحاول انه يهرب. ويتسنى يا صاحبي غادي نطلقوك عند القوه. باي باي. هو باقي خاصو شويه باش يطير. صافي مشى. بالخصوص الناس اللي قالوا اللي غيشوفوا هذه اللقطه هذه يقول لك راه الطير باقي ما لقاتش يطير وطلقتيه. لا الاخوان، هذاك الطير مشى ليه السفل نظرا انه ما بقاش يطير، غيطير مره واحده ويتحط يرتاح. الطيره الثانيه ما تشدوش باقي، بحال الكنار البيروش الى ربلك من القفز. الطيره الاولى اللي عندك، الطيره الثانيه ما تشدوش باقي.